هنا تب لك ما تحقن تب لك ما تحقن يا مثال يا رعاة يا سفايا يا من لا خلاق لهم ولا دين لهم ولا تغطية لهم يا شعوب وتخلي قوم حقا يحييكم الله ونبيكم تب لك ما تحقن للأسف الشديد عند نهاية الحفل بقات تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة تفاجأنا بلي صدور صوت من المسجد اللي هو القرآن الكريم ومن بعد الشباب بداو يصفروا عن اللي سمعنا أصوات مع الإمام المسجد راكم شفتوها يعني الداعية اللي ذكرها تفاجئنا وتسألنا فيه كان في بعض الشباب يعني شوية تقلق وحبوا يدخلوا المسجد qui ne vont pas demander leur droit. Pourquoi qu'ils ne peuvent pas la mettre en marche l'église qui Madame, il y a des libertés, des religions. Madame France à Paris, la grande mosquée de Paris. Je ne suis pas un chrétien, mais je défends toutes les religions. Je suis désolé, je suis un musulman, mais je dois le dire. L'église qui ne vont pas demander leur droit. Pourquoi qu'ils ne peuvent pas la mettre en marche l'église qui Madame, il y a des libertés, des religions. Madame France à Paris. Thank you.
جامي حيت فيزيتي تاع 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 لي ماكيست نشتري جامي ماكيست. ظهر لي عنده بعض الاضطرابات النفسيه متدبل على الامام تعب. قال لك انا ما فهمتش بروحي الى درتك وطلب عفو. قال لك سمحوا انا قلت مستعد نطلب السماح من جميع يعني السكان. بالتالي احنا الاجراءات راهي تقوم بها المديريه او القطاع اللي تابع ليه وامور يعني الاجراءات راهي مع المديريه تاعو هي. اما احنا فيما يخصنا احنا بالنسبه لي نعتبروه حدث معزول وما لازمش نكبر الامور. ما لازمش هذه مراكز الي ووسائل التواصل الاجتماعي راهي تهول في الامور فقط. المحترم السيد رئيس الدائره الذي السيد عطوفه مدير الشؤون الدينية في الخارج، مرحبا أهلا وسهلا. الإمام الكعبة هذا هو الرسول، من كل هذا الوريد يعتذر، ودينا باسم المساجد، باسم الأئمة، باسم المساجد، نتاع عن كلمات هي غير كلمات ما تلاقيش. انا سمعت مغريت نصرت نقول لكم سكنا ساكنونا ساكنونا في كل يعني الممثلين هذه المنطقه بالفنانين بكل الممثلين بالمجتمع المدني بالمنتخبين
هنا على هذا الخبر الذي لم يتكرر ابدا. هو الامام هو اللي قال هذا الكلام الان الامام هو اللي راح يعمل هذا الكلام. تفضل يا مدير شؤون الدينية لولاية زوزو عيسى بوعيش عبر صفحته في الفيسبوك والذي نشرتها صفحة رسمية لمديرية الشؤون الدينية لذات الولاية أكد أن شريط المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن بث أغاني من مسجد قرية أيد وعدان ببلدية قبيل دائرة عين حمام بتيزوزو غير صحيح. يعني هناك بث هناك يعني تم تداول شريط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر في هذا الشريط وكأن هناك بث لأغاني من مسجد قرية أيد وعبان بلدية أقبيل دائرة عن الحمام، ولكن الحقيقة أن هذا أمر غير صحيح على الإطلاق. يعني شريط الأغاني كان يبث من المسجد هذا خبر غير صحيح على الإطلاق تماما. صراحة تنسكو خرج من الجامع ولا من خارج المكبرات؟ نعم من المشي. أغنية تاع سيدي بن نعم من المشي. هذه الأغاني في كل ناير تمر هذه الأغاني عبر مكبرات صوت النشجد، ولم يكن أحد يرفض ذلك، حتى واحد ما قال هذا الشيء عيب ولا هذا الشيء ما لازمش يتم به. We'll be right back.